اليوم غادي نصوبو كيكة بواحد الطريقة سهلة وبسيطة وبرستيج في نفس الوقت. المقادير بساط وسهلين، الشكل ديالها هو كيجي زوين وكتجي رطبه من الداخل وكتجي هشيشه. غنبداو على بركه الله. غادي ندوزو المقادير. هنا عندي 3 البيضات، ضروري يكون البيض بالحراره ديال المطبخ. كنديرو شويه الملحه، كاس اونص ديال السنيده، نفس الكاس كنعبرو به المقادير كلها. كندير فانيا وحده. صافي كنطرب العناصر كلهم مع بعضياتهم حتى كيضعفنا الخليط، وفي نفس الوقت كيتغير اللون ديال الخليط. صافي كنبدا نزيد المقادير الاخرى تدريجيا بشويه بشويه، وفي نفس الوقت انا كنطرب. زدت كاس ديال الزيت، زدت كاس ونص ديال الحليب. صافي كنطرب كل شيء مع بعضياتهم. هنا زدت الدقيق تدريجيا بشويه بشويه، نزلت واحد الكميه ديال الدقيق، درت 3 الخمارس ديال الحلوه. صافي كنطربهم مع بعضياتهم. صافي البالي الخليط باقي خفيف، زدت واحد الكميه اخرى ديال الدقيق. صافي وطربت كل شيء. الخليط كيجينا ما هو ثقيل ما هو خفيف بين وبين. هانتوما انا غنوريكم الطريقه ديال الخليط بحال هكا حتى كتجيكم هذيك 8، وكيبان القوام ديال الخليط هو هذاك. صافي انا خديت الطاوه دهنتها بالزيت ورشيتها بالدقيق. صافي خويت فيها الخليط، كنكون ديجا انا مسخنه الفران من قبل. هنا خديت التفاحه حكيتها درتها الفوق بحال هكا وفرقتها كلها. صافي وهنا اللي متوفر عندكم خدموا به، كيبقى هذاك التزيين من الفوق اختيار ديالكم. هنا درت اللوز قطعته طريفات صغار، عندي شويه ديال القرقاع حتى هو درته بحال هكا فرقته كله. هنا عندي حبيبات ديال الشكلاط حتى هما درتهم. نتوما ماشي ضروري هادشي اللي درتو انا يكون ديروه كله، اللي متوفر عندكم ديروه. صافي وهنا درت اللوز ايفيلي حتى هو درته من الفوق فرقته. صافي كما قلت لكم ديجا انا مسخنه الفران من قبل. درت فانيا رشيتها من الفوق. صافي ودخلتها الفران، درت الطاوه الفوق والعافيه كتكون من التحت. ضروري كنقصوا العافيه، كنخليوها تقريبا نص ساعه المكانه وكنشوفوا. انا نص ساعه المكانه لقيتها وجدات، تحمرت كلها، طابت ليا من الفوق ومن التحت. هانتوما كيما شفتوا كيجي الشكل ديالها زوين. خليتها بردات، عدهنتها بالناباج من الفوق، ثم اما دهنوها بالكونفيتير واما بالعسل اللي متوفر عندكم في الدار. صافي دهنتها من الفوق. هانتوما شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين وكيجي هماوي. صوبوها الكوتي، كنتو معروضين عند الناس يعني ديوها، يعني كتحمر الوجه وكتجي رطبه من الداخل وكتجي معلكه. غير جربوها راه غادا تعجبكم. المقادير غتلقاوهم مضبوطين في صندوق الوصف. ما تنسونيش من جيم تابوناو عندي فضلا وليس امرا.